بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أكون معكم في محاضرة Anatomy and Physiology of the Brain Stem، محاضرة الأسبوع الرابع Anatomy and Physiology of the Brain Stem. أخذنا في المحاضرة السابقة اللي هو Morphological Subdivisions of the Brain، وتكلمنا إنه Brain contains cerebrum، cerebellum، brain stem، ومن ضمن السيريبرام تحته في الـ lower part of السيريبرام في اللي هو diencephalon. السيريبرام شرحناه والسيريبلم تكلمنا عنه. الآن أتكلم عن brain stem اللي هو جذع الدماغ. بدون brain stem مش ممكن الإنسان يعيش. لو مات brain stem مات الإنسان، لأنه المراكز الحيوية موجودة في brain stem. Brain stem located in the posterior cranial fossa in front of the cerebellum and four ventricle. يبقى brain stem جذع دماغ موجود في ال posterior cranial fossa، بيكون أمام المخيخ وأمام البطين الرابع. The brain stem formed of the following part، بتكون من 3 part، تكون من 3 أجزاء. لو بدينا من تحت للأعلى أو من الأسفل للأعلى، في عندي ميدلا أوبلانجاتا. الميدلا أوبلانجاتا تعمل continuation with spinal cord، يبقى هي continuous with spinal cord. بعد الميدلا أوبلانجاتا بيجينا spinal cord. Pons جسر between the midbrain and medulla oblongata، وال upper part is midbrain، الدماغ الأوسط. يبقى هو continuous بعد هيك مع cerebral hemisphere، مع cerebral hemisphere. Relations of brain stem. البرين ستيم جذع الدماغ above، من أعلى. Midbrain is continuous with cerebral hemisphere. يبقى midbrain فوق continuous with A with cerebral hemisphere. Below من تحت medulla oblongata continuous with A with spinal cord. يبقى هنا عرفنا above midbrain مع cerebral hemisphere، below ميدلا أوبلانجاتا continuous with A with spinal cord. Posteriorly من الخلف pons and open medulla أو upper medulla are separated from cerebellum by fourth ventricle. من الخلف في عنا fourth ventricle cavity، هذا بيفصل ما بين البونس والأبر ميدلا أو أوبن ميدلا عن مين؟ عن السيريبيلم من الخلف. هاي عندنا واضح ميدلا أوبلانجاتا تحت السمر مع مين؟ مع سباينال كورد. هذه ميدلا أوبلانجاتا. هنا عندي اللي هو بونز، وبعدين بيجينا ايه؟ ميد برين. الميد برين كونتينيوس اعلى مع السيريبرال هيمسفير. من الخلف في عندي كافيتي اوف فورث فنتركل، بيعمل سيبريشن بتوين دي بونز و ابر ميدلا، بيعملهم سيبريشن عن مين؟ عن ايه؟ اللي هو سيريبيلم. سيريبيلم بحد الفورث فينتريكل من وين؟ من الخلف. اوكي، واضح عندي هيو فورث فينتريكل بفصل بين البونز و ابر ميدلا عن ايه؟ عن السيريبيلم. اوكي، يبقى هذا الريليشنز بتاعت برين ستيم، ريليشن اوف ذا برين ستيم.
What's the functions of brain stem? أول شيء cardiovascular center. يبقى المركز بتاع التحكم بالقلب موجود في البرين ستيم. مات البرين ستيم مات القلب مات الإنسان. respiratory and cough center العلاقة بمركز التحكم بالتنفس وبعملية الكحة. swallowing and vomiting center عملية البلع وعملية التقيؤ. sleep center مركز النوم. center for eye movement مركز التحكم بحركة العينين. reticular nuclei في reticular formation موجودين وين في البرين ستيم. alertness and consciousness اليقظة ودرجة الوعي مسؤول عنها البرين ستيم. vestibular nuclei و postural function. conduction function بمر في البرين ستيم ascending and descending tracts. ascending اللي بربط السباينال كورد مع السيريبرام و descending اللي بربط البرين مع السباينال كورد. واهم شيء كمان موجود في البرين ستيم نوكلياي cranial nerves نوكلياي من ايه؟ من العصب cranial nerves ثلاثة لحد cranial nerves 12 من ثلاثة ل 12 ليه؟ لأنه cranial nerve nucleus تبعت رقم واحد موجودة في التمبورال لوب ورقم اثنين موجودة في الأوكسيبيتال لوب. لكن اللي من ثلاثة ل 12 موجودين وين؟ موجودين في اللي هو في البرين ستيم. موجودين وين؟ في برين ستيم. and it's important as extra pyramidal function لانه في البرين ستيم موجوده سبستانشيا نيجرا. سبستانشيا نيجرا بتفرز ماده الدوبامين. في حال حدث نقص في افراز الدوبامين المريض ممكن يكون عنده باركنسون مرض باركنسون او مرض شلل الرعاش. postural reflex ايش البستورال ريفلكس؟ بستور is defined as active muscular resistance to displacement body by gravity. الان انا واقف لو ما كان عندي بستور كان وقعت انا كان ايه ما اقدرش اقف. يقول هي عمليه تحكم. في نوعين للبستورال ريفلكس. static ريفلكس انا الان في وضع ثبات او جلست على الكرسي ما بميلش ما بقعش هذا اسمه static reflex maintain the balance during rest اثناء الراحة. طيب لو انا اتحركت نسميه statokinetic reflex maintain the balance during movement انا اتحركت. يبقى هنا اسمه statokinetic انا جلست هذا اسمه static reflex. الآن أبدأ بميدلا أوبلانجاتا. ميدلا أوبلانجاتا. ميدلا أوبلانجاتا is the lower part of brain stem. 3 سنتي تقريبا. يقول هي lower part of brain stem. relation بتاعتها. ميدلا أوبلانجاتا above continuous with bones. من أعلى تحت مع البونز او مرتبطة مع البونز. بلو من اسفل مرتبطة مع السباينال كورد. تعملنا continuation لسباينال كورد. يقول هي بترتبط مع السباينال كورد على اي مستوى؟ على مستوى فورامين ماجنم. at the level of فورامين ماجنم. هي عندي. طب هي نرسم اول شيء الميدلا اوبلانجاتا. هذا سجل التحركات. الميدلا أوبلانجاتا قلنا بلو تحت مع سباينال كورد من أعلى فوق مع بونز. هذه هي ميدلا أوبلانجاتا.
المدلة أبلانجاتا بتتكون من جزئين. جزء علوي بيكون أوبن فاتح على المظل على الفورث فينتريكل، وجزء سفلي بيكون كلوز مالوش علاقة بالفورث فينتريكل. يبقى هذا بنسميها أوبن مظلة، وهذا بنسميها كلوزد مظلة. الأوبن مظلة بنسميها أبر بارت الجزء العلوي، وكلوز مظلة بنسميها lower part. يبقى كمان مرة relation of مظلة أبلانجاتا، أسفل تحت spinal cord، أعلى bones. طب ممكن نضيفه كمان حاجة posterior من الخلف، من الخلف من الخلف open مظلة بحدها الفورث فينتريكل، بيفصلها عن مين؟ عن السيريبيلوم. اوكي يبقى عندي lower spinal cord above bones، من الخلف السيريبيلوم والفورث فينتريكل بيحدوا مين؟ اللي هو الابر بارت او open مظلة. هاي عندي المظلة أبلانجاتا، بس هذه anterior view. ليش قلنا anterior view؟ لأنه الـ ventricle الـ fourth ventricle مش واضح هنا. الـ fourth ventricle وين بيكون؟ في الخلف. هاي عندي المظلة أبلانجاتا، تحت spinal cord، فوق bones. هذه مظلة أبلانجاتا، من الخلف اللي هو السيريبيلوم والفورث فينتريكل، بيفصلهم عن الأوبن مظلة أو الأبر مظلة. نكمل أجزاء المظلة أبلانجاتا. أنا صرت شرحهم، شرحت لكم إياهم. Part of the medulla oblongata. المدلة أبلانجاتا لها جزئين. الجزء الأول اسمه closed مدلة، الجزء الثاني اسمه open مدلة. طب ممكن أسميهم شيء ثاني؟ ممكن. closed مدلة ممكن أسميه lower مدلة، والopen مدلة ممكن أسميه upper مدلة. ليه سميتها open مدلة؟ لأنها opens into the fourth ventricle، فاتحة بحدها من الخلف fourth ventricle، لذلك سميناها ايه؟ open مظلة. يبقى open مظلة هي ال upper part او ال upper half of the medulla oblongata، الجزء العلوي من المظلة oblongata. سميناها open مظلة لانها بتكون فاتحة على ايه؟ على ال fourth ventricle، على البطين الرابع من الخلف. closed مظلة اللي هي lower half of the medulla أو lower part of the medulla، سموها closed medulla لأنه بيكون داخلها موجود اللي هو central canal، وهي بيكون closed بالنسبة لل fourth ventricle، ما بتكون فاتحة على إيه؟ على ال fourth ventricle، لذلك سموها إيه؟ closed medulla. بعدها continuous with spinal cord، spinal cord central canal. يقول لو سألكوا سؤال، مين اللي بيكون عامل continuous with the spinal cord، الopen مظلة ولا الclose مظلة؟ راح تكون close مظلة. مين الموجود في central spinal canal، الopen مظلة ولا close مظلة؟ راح تكون close مظلة. اوكي هذا posterior view، هذا posterior view لانه cerebellum في الخلف. يبقى هاي عندي المظلة أبلانجاتا لها جزئين، هذا open مظلة وهذا closed مظلة. ليه هذا open مظلة؟ لأنه هان فاتحة بتكون عوين على ال fourth ventricle هي والبونز. يبقى الجزء العلوي ال upper part open، ال lower part closed. الآن بنتقل للإكستيرنال فيتشرز اوف ميدالا أبلانجاتا.
external features of medulla oblongata. Anterior lateral surface. في بيكون anterior median fissure. Anterior median fissure راح يقسم المدلة أوبلانجاتا على right side left side. هاي واحد. اثنين pyramids. البايراميدز بيكونونا أو بيكونوا اللي هما corticospinal tract. الفايبرز المسؤولة عن الحركة. الفايبرز المسؤولة عن motor functions. Pyramidal decussation. Pyramidal decussation اللي هو الرايت كورتيكوسباينال تراكت بتتجه من الجهة اليمنى للجهة اليسرى والليفت من الجهة اليسرى للجهة اليمنى, بصير ديكاسيشن او كروسينج لإلهم. عشان هيك لو صار جلطة دماغية عند المريض في اليمين الشلل في الشمال بيكون عنده, لو حدث جلطة دماغية في اليسار الشلل عنده بتكون وين؟ في الجهة اليمنى, عشان موضوع الكروسينج اللي بتحدث. وفي انتيريو لاترال سالكس, انتيريو لاترال سالكس رايت وليفت, وفي بوستيريو لاترال سالكس رايت اند ليفت. في الانتيريو لاترال سالكس بمر, احنا متذكرين لما شرحنا لكم الكرينيال نيرز قلنا 2 2 4 4, 2 بيكونوا سيريبرال هيمسفير والاثنين بعدهم ميد برين والاربعه اللي بعدهم بونز والاربعه الاخرانيين بيكونوا وين؟ في اللي هو ميدالا اوبلانجاتا. الأربعة الأخرانيين هما مين؟ العصب التاسع جلوسوفارينجيال فيغاس أكسسوري وهايبوغلوسال نير. يمكن أنا في الميدالة أبلانجات راح أتكلم عن الأربع أعصاب اللي هما جلوسوفارينجيال نير فيغاس نير أكسسوري أند هايبوغلوسال نير. أوكي, في الأنتيريو لاترال سيرفيس قلنا في أنتيريو لاترال سالكس رايت أند ليفت أو سالساي. في الانتيريو لاترال سالكس بمر اللي هو او بخرج اللي هو هايبوغلوسال نير العصب الثاني عشر. في البوستيريو لاترال سالساي الرايت والليفت بخرج منهم اللي هو ايش؟ جلوسوفارينجيال نير العصب التاسع, فيغاس نير العصب العاشر, وهايبوغلوسال نير اللي هو العصب الثاني عشر. واضح عندي الصوره؟ انتيريو ميديان فيشر واضحان, بايراميدز ليفت رايت, في اوليف له علاقه بالاكسترا بايراميدال نيرف سيستم, في كمان اللي هو انتيريو لاترال سالكس, وفي بوستيريو لاترال سالكس, وفي بوستيريو لاترال سالكس. في الانتيريو لاترال سالكس بخرج اللي هو هايبوغلوسال نيرف, من البوستيريو لاترال سالكس بخرج العصب التاسع والعاشر والحادي عشر. واضح هان في الصوره كمان الانتيرو سيرفيس اوف ميدالا اوبلانجاتا. في الانتيرو سيرفيس اوف ميدالا اوبلانجاتا في عندنا انتيرو ميديان فيشر, في انتيرو لاترال سالكس, وفي بوستيرو لاترال سالكس. نفس الشيء انتيرو لاترال سالكس وبوستيرو لاترال سالكس. وفي lower part of medulla هذه اسمها pyramidal decussation. pyramidal decussation هذه pyramid left right, وهنا الأوليف لها علاقة بالإكسترا pyramidal. هنا خرج من anterior lateral sulcus اللي هو العصب الثاني عشر 12. طيب من posterior lateral بخرج glossopharyngeal vagus و accessory nerve اللي هو التاسع والعاشر و11 كرينيال اكسسوري ادق كرينيال اكسسوري نير. دي بوستيريور سيرفيس, شرحنا الانتيريور سيرفيس اوف ميدالا ابلانجاتا, اتكلم على بوستيريور سيرفيس اوف ميدالا ابلانجاتا. هل البوستيريور سيرفيس اوف ميدالا ابلانجاتا راح اقسمه قسمين؟ لا, اوبن ميدالا وكلوز ميدالا. طب ليش ما عملتش القسم هذا وين؟ في الانتيرو سيرفيس, لانه ما فيش فورث فينتريكل وما بنقسمش المدلة ابلانجاتا لا اوبن وكلوز من الامام, بنقسم من وين؟ من الخلف عند الفورث فينتريكل. يبقى دي بوستيرور سيرفيس اوف ذا ابر هاف او الاوبن ميدالا. في عندنا بوستيرور ميديان فيشر بتقسمه لرايت ليفت, هايبوغلوسال تريجون اللي بتعطينا الهايبوغلوسال بيكون فيها هايبوغلوسال نوكليوس بتعطينا هايبوغلوسال نيرف,
فيستيبولار تراجون اللي بيكون فيها فيستيبولار نوكلياي وبتعطينا فيستيبولار نيرف، وفي سي هنا اللي هو فيجال تراجون اللي بتعطينا اللي بيكون فيها النوكلياي بتاعت الفيجاس نيرف وبتعطينا فيجاس نيرف. طيب في اللور هاف او في الكلوزد ميدالا في نفس الشيء امتداد بوستيرو ميديان فيشر اللي بيقسم يمين شمال، وبيكون جراسيل تراكت وجراسيل وكونيت تراكت او بسموه جراسيل توبيركل وكونيت توبيركل. هذول اللي جراسيل تراكت وكونيت تراكت او توبيركل، الجراسيل بيكون ميديال ومسؤول عن اللور هاف اوف دي بودي، والكونيت بيكون لاترال ومسؤول عن ايه؟ عن الابر هاف اوف دي بودي. بدهم يسلموا الاشاره لمين؟ لجراسيل وكونيت نوكلياي. هذول مسؤولين عن ايه؟ عن الديب سنسيشن والفاين تاتش. يعني لو صار دمج للجراسيل على اليمين بصير لوس اوف ديب سنسيشن اند فاين تاتش على اليمين على نفس الجهه بس في اللور هاف اوف دي بودي. لو صار دمج للكونيت بصير على نفس الجهه loss of deep sensation and fine touch بس بيكون على ايه؟ الـ upper limb. هاي واضح عندي ميدالا اوبلانجاتا. هنا في الجزء العلوي اللي هو open ميدالا وجزء السفلي closed ميدالا. في الجزء العلوي واضع عندنا البوستيريور ميديان فيشر بيقسم لليمين ولليسار، في عندنا فيجال ترايجون للفيجاس نير، في هايبوغلوسال ترايجون لال هو الهايبوغلوسال نير، في فيستيبولار ترايجون هي بتمتد الفيستيبولار ترايجون في جزء منها موجود في البونز وجزء موجود منها وين؟ في الميدالا اوبلانجاتا. ننزل على الكلوز ميدالا نفس الشيء، في عنا ايه؟ بوستيريور ميديان فيشر، في اللي بيكون واضح اللي هو اللاترال كونيت تراكت والميديال بيكون اجراسيل تراكت، بيسلمونا للكونيت توبيركل واجراسيل توبيركل، وداخل الكونيت توبيركل بيكون موجود الكونيت نوكلياس، وداخل اجراسيل بيكون اجراسيل نوكلياس، والكونيت مور لاترال وجراسيل مور ميديال، ومسؤولين عن الديب سنسيشن فاين تاتش، جراسيل لللور هاف اوف دي بودي وكونيت للابر هاف اوف دي بودي. اخر جزئيه في او اخر موضوع بدي اتكلم عنه في الجزء الاول من المحاضره internal structure of medulla oblongata. بدي اخلص موضوع الميدالا اوبلانجاتا. ال internal structure of medulla oblongata فيها النوكلياي الموجودة جراسيل نوكلياس. جراسيل نوكلياس، جراسيل نوكلياس بتكون قلنا ميديال مسؤول عن deep sensation أو proprioception. proprioception هو deep sensation and fine touch from the lower half of the body. الكونيت نوكلياس بتكون lateral ومسؤولة عن proprioception أو deep sensation وfine touch from the upper half of the body. في شيء اسمه inferior alveoli nucleus مش ذات اهميه كثير، لها علاقه بالاكسترا بيراميدال فانكشن. في inferior salivary nucleus راح ناخذها مع اللي هو glossopharyngeal nerve تعطينا parasympathetic fibers لglossopharyngeal nerve مسؤوله عن parotid gland for production of saliva. في spinal descending nucleus of trigeminal nerve، هذه نوكلياس لها علاقة بالعصب الخامس مسؤولة عن البين والتمبريتشر سنسيشن، هي بتمر في البونز ميدالا أبلانجاتا وبتمر في الأبر بارت أوف سباينال كورد من C1 ل C4 C5. في سوليتري نوكلياس لها علاقة بالسنسيشن جنرال أند تيست سنسيشن للعصب السابع والتاسع والعاشر لفيشيال نيرف وجلوسوفارينجيال نيرف وفيجاس نيرف. في نوكلياس امبيوغاس هذه موتور نوكلياس لها علاقه بالسوماتيك موتور بتغذي السكيليتال ماسلز بتاعت العصب اللي هو جلوسوفارينجيال نيرف فيجاس نيرف وكرينيال اكسسوري نيرف. في دورسال نوكلياس اوف فيجاس نيرف لها علاقه بالباراسيمباثيتك فانكشن اوف ذا فيجاس نيرف، اتز
the most important parasympathetic nucleus in the body. We hypoglossal nucleus إلها علاقة بالhypoglossal nerve which supply the internal and external muscle of the tongue. 30 fibers للhypoglossal nerve. بيكون عندنا موجودين اللي هم dorsal nucleus of vagus. بيكون موجودة الambiguous nucleus اللي هي motor nucleus. وواضع عندي هنا اللي هي النوكليوس هذه طويلة. هذه لها علاقة بنسموها principal trigeminal nucleus أو اسم ثاني لها descending spinal nucleus of trigeminal nerve for pain and temperature sensation. بتمر لاحظوا في البونز في الميدلا أبلانجاتا وفي الأبر بارت of spinal cord. في nucleus solitaris أو solitary nucleus for sensation general and taste sensation بتاعة العصب اللي هو السابع facial تاسع glossopharyngeal وفيغاس نيرف العاشر. وفي عنا نوكلياس لها العلاقة بالهايبوغلوسال نير. هايبوغلوسال نوكلياس بتكون ميديال نوكلياس وبتعطينا موتور فايبرز which supply the internal and external muscle of the tongue. اوكي واضح هنا اللي هو الكورتيكوسباينال تراكت كيف بيعمل كروسنج. الليفت بيروح للرايت والرايت بيروح للليفت. هنا بيكون كروسنج لهم فايبرز. هذه الميديا اللي منسكس لها علاقة بالديب سنسيشن شرحناها في ديب سنسيشن. الكونيت نوكلياس بتكون مور لاترال ومسؤولة عن الديب سنسيشن فاين تاتش اوف ذا ابر بارت اوف ذا بودي. الجراسيل نوكلياس لها علاقة بالديب سنسيشن والفاين تاتش فروم the lower part of the body. هذه hypoglossal nucleus. هاي pyramidal fibers بيعملوا crossing على في lower part of medulla oblongata. الليفت بيروح للرايت والرايت بيروح للليفت. والمكان هذا بسميه بنسميه اللي هو pyramidal decussation. هاي الجراسيل ميديال وهي كونيت لاترال. اوكي هنا الاوليفري نوكليوس نوكليوس امبيغاس وهكذا. الان بكفي الان تبقى الي في المحاضره اللي هي اناتومي اند فيسيولوجي اوف ذا بونز اناتومي اند فيسيولوجي اوف ذا ميد برين. يعطيكم الف عافيه ودمتم بخير. هذا الجزء الاول من المحاضره.